استوديوهات التاسعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة المسائية للأخبار. دراسة من جامعة سيدني الأسترالية تكشف مخاطر كبيرة لمشروب بناء العضلات. السلام عليكم يا أبطال، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ساينس إكسبلينيد فيديو، السيرية هذه اللي كل مرة نتطرق الموضوع شائك ونحاول نفكه ونبحثوا على الدراسات العلمية باش هكاك تكون المعلومة كونفيرمي وما نقعدوش لاكلكم في نفس الكلام. كان أول مرة تتفرج فينا ومازلت ما انضميتش الكوميونيتي بتاعنا، اعمل سبسكرايب وانضم للكوميونيتي الأبطال باش هكاك تلقى الجواب إن شاء الله للأسئلة متاعك. الموضوع متاع الجمعة هذه كالعادة ولا تقطع عنا عادة، التركيز الكامل على المكملات الغذائية وكأنها زطلة تتباع في البلاد. حقا نسيت الزطلة، قاعدين يعملوها في قانون وعلى قريب إن شاء الله باش تولي مرخصة في البلاد وتتباع بطريقة قانونية. يعني أبحاث علماء أطباء أخصائيين دبادم في العالم هذا قاعدين يبحثوا ويطوروا باش يوفروا لنا أحسن وأجود المكملات الغذائية بصفة قانونية وقاعدة تتباع في العالم الكل وفي تونس زاد، مش تقولوا متخلفين ولا حاجة، قاعدين نتطوروا بشوي بشوي. ولكن كي يهبط كذا مقال نتفجع ونعرق ونجرس ويجيني شلل في صباع ساقي الصغير. كي العادة يزني الفضول، وكيفاش وعلاش ومن أين لك هذا؟ هو الفضول نفسه اللي خليني نعمل شين يوتيوب هذية ونبرتجي معاكم المعلومات والأفكار اللي عندي بكل مصداقية وحياة. يعني من المفروض كصحافي محترف تحط لنا الرابط متاع الدراسة اللي نتج عليها كذا مقال وتعطينا المصدر باش هكاك نجمو نثبتو ونقراو معاك. كيما انا قاعد نعمل مع الابطال باش تكون فيهم مصداقية، ديما نخلي لهم الرابط متاع الدراسات في الديسكريبشن. العنوان: دراسة تكشف مخاطر كبيرة لمشروب بناء العضلات. العنوان ما عنده حتى علاقة بمضمون الدراسة وتو تكتشفوا هذا في بقية الفيديو. كما زدت عملت سبسكرايب، اعمل سبسكرايب وركش وهك مبنك معايا. الأحماض الأمينية الأساسية BCA لسين فالين أيزولوسين أساسية، خاطر الجسم ما نجمش يصنعها وحده دونك ياخذها من الماكلة متاعنا. القول الأحماض الأمينية هذه تأثر بطريقة غير مباشرة على الصحة، وهذا عن طريق اختلال في الأحماض الأمينية والسيطرة على الشهية. يعني يا أبطال الدراسة تعملت على الأحماض الأمينية الأساسية هذه بالذات وبكميات متفاوتة، سطرولي على كميات متفاوتة توم بايكا في الفيديو تفهموا أكثر، وما صارتش على استهلاك البروتين بصفة عادية كما حب يوصل لنا في المقال متاعه. الحقيقة يا أبطالي اللي لاحظته في السيد هذايا من المقال اللي كتبه ما يفرقش ما بين العلاقة والنتيجة. شو معناتها؟ أنا مثال عندي علاقة بيانسي، ما نحبش أقول على عينين وكاو على عينين وكاو، نتيجة العلاقة ذيك مش بالضرورة تجم تكون عرس. متفهمنيش يا اخي، ما عجبتنيش. سواقمان you know عنده ماني يعرف برشا رجال اعمال بيزنس you know، العلاقة متاعه مع رجال الاثرياء هذوما مش معناتها البيزنس متاعه بالضرورة مش يكون نتيجة فلوس حرام you know. يعني ابطال الدراسة اللي قاموا بها في جامعة سيدني الاسترالية كلامهم كان واضح، الأحماض الأمينية هذه في جوهرها وفي باطنها ليست ضارة، ولكن الاختلال في الأحماض الأمينية ككل هو اللي نجم يأثر ويزيد في الشهية واللي بالتالي تنجم تؤدي للإفراط في الأكل، ولهنا تبدأ المشاكل. ويقولون زادة أنه ارتفاع الأحماض الأمينية هذه موجود بالنسبة للعبيد اللي عندها مشاكل في الأيض واللي ما عندهاش مشاكل في الأيض، يعني ما نجمش يكون مؤشر واضح باش نعرفوا الصحة الأيضية للأشخاص هذوما. المشاكل الصحية اللي تصير هذه من جراء استعمال BCA to non-BCA الأحماض الأمينية الأخرى. الريشيو هذايا والاختلال هذايا هو اللي نجم يأثر على معدل العيش متاعنا. نتيجة ماذا؟ الشهية المفرطة اللي باش تؤدي للزيادة في الأكل، عوضا عن أي تسمم آخر. يعني ما فماش حتى تسمم من استعمال BCA. يعني تويكا نتصور الحكاية بدت توضح. المشكلة الكل بالأساس تتعلق باختلال في التوازن اللي من المفروض الأحماض الأمينية هذه تخدم كفريق تتكاتف مع بعضها للبناء العضلي. المشكلة الكل متعلقة بزوز أحماض أمينية اللي هما تريبتوفان والثريونين، والدليل واضح وصريح. في الدراسة هذه قاموا بتجربة
كي جاو الجماعة هذوما وعطاوهم 18% من السعرات الحرارية بتاعهم بروتيين، وزادوهم جرعات متفاوتة من البي سي اي كالعادة كيما عملوا في التجارب الأخرين. لكن الاختلاف لهنا قاموا بزيادة زوز أحماض أمينية هذوما اللي صاير عليهم المشكلة الكل. النتيجة ماذا كانت؟ النتيجة أنه المشاكل والأعراض الجانبية اللي كانوا يتعرضوا لها الكل افراد في الأكل، والمشاكل هذه متاع طول العمر كلها تفضت. عشو ما حد شيء، مشاكل تحلت، يا الله شو مسالها. نجيو للصحيح، بالنسبة للكآبة وإفساد مزاج الإنسان هو الصراع الجبابرة بين تريبتوفان، فينالالين والثريونين، هذا بالكل ضد بي سي اي من أجل وصول الدماغ بتاعنا وصناعة الـ HT5 عن طريق الخلايا العصبية السيروتونية اللي باش يعطيونا زوز هرمونات، سيروتونين والميلاتونين. هرمون الأول مسؤول على السعادة والشيخة بتاعنا، والهرمون الثاني يبعث سينيال للمخ بتاعك إنه جاء وقت النوم، خمشي نرقد. ريتوها جوج مهذية وتشجعيبة والتفاعلات الكيميائية الكبيرة واللي عملت لي كرامب في مخي وبصيف حفظتها. كان يصير فما توازن ما بين الأحماض الأمينية الأساسية البي سي اي وخاصة الحامض الأميني هذايا اللوكزا تريبتوفان، ما يصير حتى شيء، والله ما يصير شيء. يعني تويك يا أبطال، بعدنا فرقنا الرمانة وحكينا في برشا معلومات، أنا وانتم يا أبطال اللي همنا من هذا الكل شنو؟ هل البروتين اللي قاعدين نشربوا فيه موجود فيه الحامض الأميني هذايا اللي بشكل لنا الاكتئاب لو كان ينقص في الجسم، وفما اختلال في التوازن؟ كأي واحد عاقل بش يمشي يبحث ويشوف الواي بروتين فيه تريبتوفان أو لا. The American Journal of Clinical Nutrition كالعادة تعطينا الزبدة المرحية. في تجربة قاموا بها لقاو الواي اللي احنا نشربوا فيه كان عنده تأثير إيجابي على صناعة السيروتونين في الجسم متاع 23 واحد كانوا يعيشوا في ضغط وستريس رهيب في مخاخهم، أكيد عايشين في تونس هذوما. لقاو عندهم تأثير إيجابي، وزاد لقاو عندهم زيادة وتأثير إيجابي على الإدراك المعرفي. وهذا كل شنو راجع زعما لوجود تريبتوفان. يا وحيد يا تريبتوفان يا وحيد. الحاجة الثانية تويك يا أبطال احنا تهمنا البي سي اي، هل بالحق كان كثروا منها تجم تأثر على الصحة متاعنا؟ والسؤال الثاني، هل نستحقوا للأحماض الأساسية هذية أو لا؟ السؤال الأول، الجواب على السؤال الأول، أي حاجة في العالم هذي لو كانت تكثر منها عندها أثار جانبية وتجم تأثر لك على الصحة متاعك، ولكن ما تصورش شكون شاد حكة بي سي اي ونهار كامل قاعد يسف منها من الصباح لليل. المعروف على العباد اللي تترانا والأبطال خاصة اللي يتبعوا في الشان هذية ناكلوا متوازن وناكلوا منظمين، فما كل شيء متوفر في الدايت متاعنا، يعني صعيب انه يكون فما اختلال في الاحماض الامينيه. شنو معناتها؟ تحب تقول لي الجماعه اللي قاعده تاكل في المقالب وفي الجازوز وفي البشكوت وفي الفريكاسي نجموا يعيشوا اكثر وما عندهمش الكآبه ويعيشوا في سعاده وصحه لهم؟ والله صحه لهم. الجواب على السؤال الثاني، هل بالحق نستحقوا البي سي اي في حد ذاته او لا؟ الجواب ينجم يكون هنا في ثلاثه اهم مكملات غذائيه حسب رايي الخاص. ثم ثلاثة أهم مكملات غذائية ما نجمش نوضح الصورة أكثر، وهذا لأسباب مهنية. نجم نعطيك الحاجات اللي تجم تعاونك واعتمد على الذكاء بتاعك باش أنت تعرف الحاجات اللي تجم ما تفيدكش، وخليلي في التعليق شنو رأيكم، هل بالحق نستحقوا البي سي اي كمكمل أو لا؟ اللي نحبكم تستخلصوه يا أبطال من الفيديو هذية وتعلمت هذية عن تجربة بعد ما قريت برشا دراسات وبعد ما تمرست من برشا فيديوهات، انه كي تقرا دراسه ما فهمش دراسه كامله وشامله. كل دراسه راهي تجاوب على سؤال لكن تفتح المجال لبرشا اسئله وبرشا استفسارات. ثاني حاجه، انه الدراسه هذه تعملت على فيران وما تعملتش على ناس عاديه، وخاصه يلزمها تتعمل على ناس تترانا. ثالث حاجه يا ابطال، الدراسه هذه تعملت لهدف معين، انهم يشوفوا هل تاثير الاحماض الامينيه الاساسيه كيكون فما اختلال بينها وبين الاحماض الامينيه أخرى نجم يشكل مشكل أو لا. وإذا ما هوش مطروح الحقيقة بالنسبة للعباد اللي تاكل منظم وتاخذ في الواي بروتيين كمكمل، خطر بطبيعته يحتوي على توازن كبير من الأحماض الأمينية. الماكلة المتوازنة يا أبطال تعاونك برشا باش توصل للهدف متاعك. المكملات الغذائية تجم تكون كمرحلة ثانية باش تعاونك كان فما نقص في التغذية هذه، ولكن
ليس بحل سحري للوصول إلى عضلات مفتولة وجسما ممشوق كما يعتقد هذا الصحافي والعديدون. الحكاية تطلب برشا صبر، برشا خدمة، برشا حرمان وبرشا انضباط. اللي حبيت أقول لكم يا أبطال مرجيك تقاوم أقل كيما هكا متركزوش معاه، بارتجوا فيديو هذية وبعثوها خاصة لأصحابكم اللي شكوا مرة ولا اثنين أنه البروتين ينجم يأثر على الصحة متاعكم وينجم يأثر لكم على السعادة وطول العمر. حاجة مش باهية، ابعثوا لهم فيديو هذية وبارتجوها مش هكاكة تنتشر المعلومة وتوضح الأمور. سبسكرايبيو للشان وأنا بخليك أقول لكم I'll see you next time يا أبطال.